تبدأ حكاية حديقة الأسماك مع الملكة الفرنسية أوجيني، فمن أجلها بنيت على شكل خياشيم سمكة البلطي النيلية لتكون حديقة الأسماك أو الجبلية الموجودة بالزمالك. فكرة إن هي مكان للحبيبة ده ما بيخلكش تفكر 100 مرة قبل ما تيجي أنت وأسرتك؟ هو والله فعلا في البداية كان فعلا بيخليني إن أنا أفكر، بس كمكان للأطفال والأسرة فده بيبقى منعزل عن الحبيبة. يعني هي يعني تعتبر مقسومة قسمين، قسم الجبلية ده معروف جدا إن هو ده للحبيبة، قسم اللي هو من تحت اللي هو بتاع حديقة الأطفال أو الاستراحة دي بتاعت الناس الكبار أو العائلات معنى أصح، فده اللي بيخليني إن أنا يعني أجيها. شايف إيه اللي بيميز حديقة الأسماك؟ والله بص حضرتك، كنظافة يعتبر مثلا اللي هي قريبة لينا للمسكن بتاعنا، فدي حاجة كويسة. تمام، يعني تقدر تقول للناس ييجوا وما يخافوش من فكرة ان هو مكان مشبوه ولا؟ لا لا لا، هو يعني هو حاليا يعني هو الاول فعلا كان يعتبر مكان زي كده، لان كان في طلبة كتير ما كنتش تعرفي حضرتك تاخدي راحتك، مثلا اولاد بيلعبوا بيبقى فيه حته مثلا هم ترخيم عليهم، لكن حاليا لا يعني بدات الدنيا تتظبط شويه، حتى كاداره جنينه بدا يبقى فيه تنظيم شويه عن الاول. اللي شايفه الوضع اللي مش حابه في حديقه الاسماك، حابه يتغير يعني؟ والله حضرتك التذكره يعني للاطفال فعلا، يعني لما يخلي كل طفل مثلا 5 جنيه غير الدخول فدي صعبه شويه يعني. تمام، حضرتك شفتوا الجبلية والأسماك ولا ما انتوا مهتمين بس بالجزء بتاع الأطفال؟ لا والله احنا من حاليا مهتمين بجزء الأطفال، لأن فعلا احنا بنيجي عشان خاطر الأطفال. تمام، حضرتك هتحب تيجي المكان ده تاني ولا؟ والله فعلا انا ده بيبقى بناء على رغبة الأطفال، فالأطفال عندهم يعني عندنا أطفال مثلا 7 سنين و6 سنين فعندهم خلفية، فهم اللي بيطلبوا مثلا يعني يقول لك احنا محتاجين نروح حديقة الأسماك، محتاجين نروح يعني راحوا الحيوانات قبل كده يعني، فبيبقى على حسب طلبهم، فهم ممتعين جدا عشان الأسماك غير حيوانات في الألعاب بتاعتها، فهم حابين يجوها. تمام، شايف كنت عايز أسألك على فكرة، عارف التاريخ بتاعها بتاع الحديقة ولا لأ؟ لا والله للأسف لا، مش عارف، بس يعني من ضمن الافلام ممكن الواحد كان بيشوفها كده، كان بيتصور فيها مناظر اللي هي كانت مثلا بدل الجبل بتاع يعني مغارات. ف زي افلام ايه لو تفتكر؟ والله بص حضرتك كان مثلا في من ضمنها كان، لا يعني مش هو فيلم قديم مثلا، بس كان لمين مش فاكر بالظبط. وفي عام 1867 طلب الخديوي إسماعيل من مدير الحدائق العامة بفرنسا مسيو الفندو تصميم حديقة الأسماك وبناء قصرا فخما وهو فندق الماريوت حاليا، وذلك من أجل الملكة أوجيني ملكة فرنسا في ذلك الوقت، وافتتح الحديقة والقصر خلال احتفالات افتتاح قناة السويس، واستخدم في بناء الحديقة الطين الأسواني والرمل الأحمر لإنشاء تكوينات معمارية على هيئة خياشيم الأسماك، فأصبح تصميم الجبلية يشبه السمكة، فهناك مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك، وفي جانب الفتحتين توجد زعانفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة. وكانت الحديقة مقتصرة على الملوك والأمراء، وبعد ذلك تم افتتاحها للجمهور عام 1902، وكان الوصول إليها عن طريق النيل، وتبلغ مساحة حديقة الأسماك أو الجبلية كما يسميها البعض بسبب تصميمها المعماري نحو 9.5 أفدنة الفدان. يوجد بالحديقة مغارات وممرات يسير فيها الزوار، وتضم الحديقة 49 حوضا للأسماك المتنوعة والنادرة تنعكس عليها أشعة الشمس عبر فتحات علوية مثل الأسماك النيلية والبحرية وأسماك الزينة، كما يوجد بها بانوراما لعرض الأسماك المحنطة، ويوجد بها أقسام أخرى تضم أنواعا من السلاحف والزواحف البحرية التي تعيش في المستنقعات والأنهار، كما يوجد في واجهة الحديقة حوض كبير به أسماك مفترسة مثل سمك القرش وسمك الخنزير وغيرها.